تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك. نتحدث أيها الأحباب الكرام عن أجر الصدقة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قصة غريبة وقعت في أرض الحجاز، حيث الصحاري الممتدة، رجل من الصالحين أكرمه الله تعالى بقطيع كبير من الجمال، كان يقوم برعايتهم وبحلبهم وتربيتهم، كساب في مجال الجمال، كان يملك أزيد من 100 ناقة. مرة أتته امرأة عندها أطفال أيتام وهي أرملة وضعيفة، تطلب منه مساعدة، فكان يعطيها دائما مجموعة كبيرة من اللبن، يعطيها أقباح ديال اللبن، كيعمر دلو صل ديال اللبن وكيعطيها هي وابنها تشرب منهم. كل مرة كتجي لعنده تستغيثه فيعطيها، ولكن مرة أراد أن يكرمها فقال لها هاي عندي واحد ناقة حلوب، خذيها وأحل بها، بارك الله لك فيها، حلال عليك وعلى أبنائك الأيتام. وفي ذلك اليوم بينما كان ذلك الرجل يرعى جماله في الصحراء، إذا بعاصفة خطيرة هوجاء تمر في المكان، فإذا بيقاوم ويقاوم والجمال تهرب هنا وهناك، وهو يحاول أن ينجو بنفسه، والكتبان والرمال، إذا بجب بحل البئر، البئر غائر في أكثر من 30 متر، كيبان بأنه في كتبان رمال، فلما وصل إليه إذا به يهوي به في الأسفل، فسقط في الأسفل وتراكمت عليه الرمال، وبدأ يستغيث النجدة النجدة، أنقذوني أنقذوني، لا أحد ينقذه. وبعد ساعات طوال خمدت العاصفة. في المساء كان معتاد أنه يعود إلى بيته رفقة جماله، لكن أولاده علموا بحال العاصفة، رجعت الجمال بمفردها لكن أباهم لم يرجع، فخرجوا يبحثون عنه في الصحاري وفي الفيافي بين كتبان الرمال، ينادون عليه باسمه ولا يجيب، وصار يبحث ويبحثون ولكن لا أحد يجيب. صاروا كل يوم يخرجون يبحثون عنه مدة شهر بالكامل، شهر بالكامل وهم يبحثون عنه ولم يضر له أثر، فقالوا لا شك ولا ريب أنه قد مات، وأرادوا أن يقوموا بقسمة التركة، فجمعوا جمالهم واحتسبوها، فإذا بهم يجدون بأن هناك جمل ناقص. أين هو هذا الجمل؟ فسمعوا بأن أباهم قد أعطاه لامرأة عندها أيتام وهي أرملة فقيرة وضعيفة، فذهبوا إليه يدقون بابها، قالوا لها استردي الجمل. قالت لهم أبوكم أعطاني الجمل لكي أستغيث به وأستعمله مع أبنائي، أعطاه لي عطاء دائم. قالوا لا، هو اللي أعطاك،
وقد مات، الآن نريد الجمل. فالمرأة لم تجد بدا أن تعيد الجمل لأبناء الفقيد. وفي ذلك اليوم بينما هم يقتسمون التركة، إذا بأحدهم يقول أسمع صوتا ينادي، يستغيث من هناك من هناك بجانب الكتبان. ذهبوا يبحثون من يكون، فإذا بهم يجدون الصوت يمتد من حفرة عميقة. لما حفروا وجدوا أباهم، إنه لا زال على قيد الحياة. حفروا فوجدوه حيا، لم يصدقوا. كيف هذه المعجزة، هذه كرامة، شهر بالكامل وأنت في الحفرة، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ولا زلت على قيد الحياة، لا يمكن. فقال لهم وأنا أيضا لا أصدق ما الذي وقع لي يا أبنائي. منذ الليلة الأولى لما كنت في الحفرة 30 متر في العلو لا أستطيع أن أصعد، وكنت أرفع صوتي ولا أحد يسمع، شعرت بالجوع، شعرت بالعطش، وإذا في المساء هناك دلو يتدلى إلي فيه حبل، الدلو مليء باللبن الطازج، لبن مغذي، لبن فيه طعام وشراب يزيل العطش ويزيل الجوع. فتعجب الأبناء وتعجب معهم، قالوا ذلك اللبن كان أبيض حتى أنه كان يضيء علي في الليل من شدة الظلمة. فكنت أخذ الدلو وأشرب وأشرب وأقول من هناك من هناك، لعلهم يسمعونني وينقذونني. لا أحد يرد حتى يفرغ من اللبن، ثم يصعد الدلو يختفي. كل ليلة في المساء ينزل إليه الدلو معلق بحبل فيه لبن طازج أبيض، ويشرب ويتروى، وحينما ينتهي يضيء عليه اللبن ويصعد. فبقيت على حال هذا لمدة شهر بالكامل، لكنه في هذا اليوم انقطع عني الدلو، الدلو لم يعد يحضر، فشعرت بالجوع وشعرت بالعطش، ومن ثم صرت أصرخ بأعلى صوتي وأقول النجدة أنقذوني أنقذوني، ولست أدري لماذا انقطع اللبن. فبكى الأبناء وقالوا يا أبانا إن الناقة التي أعطيتها للمرأة ربما ربنا سبحانه وتعالى ببركتها كان يرزقك في حال الشدة والكرب من صدقة اللبن، ولعلنا نحن قد أخذنا واسترجعنا الناقة إلى التركة لكي نقتسمها فيما بيننا بالسوية، وحرمنا المرأة الفقيرة وحرمنا الأيتام وحرمنا الطعام والشراب، فانقطع رزقك في الشدة. فبكى الأب وبكى الأبناء وشكروا الله تعالى على أنه أنقذ أبيهم، ثم أهدوا الناقة إلى المرأة الفقيرة الأرملة التي الأيتام، وتصدقوا بعدد من رؤوس الجمال، وقالوا إن الصدقة تنفع صاحبها فعلا في وضعية الشدة وفي وضعية الكرب. هذه القصة أيها الأحباب الكرام وقعت قريبا في سنوات معدودات في بلاد الحجاز، حيث الصحراء قاحلة وحيث كان الناس فيهم النية وفيهم الإيمان وفيهم اليقين. نحن اليوم في زمن الكورونا نعيش هذه الجائحة ونشعر بشدائد كبيرة في أنفسنا، نشعر بالتعب الشديد ونشعر بالكرب الشديد ونشعر بالخوف الشديد. ليس هناك لقاح، ليس هناك دواء، ليس هناك من يستطيع أن يقدم المساعدة لغيره سوى الخالق عز وجل. وربنا عز وجل قال الذي يستحق المساعدة ويستحق منا الاهتمام والعناية الربانية، من كان في حالة الرخاء يكرم الضعفاء والمساكين اللي هو في حال الشدة، حتى إذا جاءته شدة فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه، والله تعالى ينجيه، والله تعالى يزيده من فضله. لهذا أيها الأحباب الكرام نحن في أمس الحاجة في هذه الأيام أن نزيد في العطاء ونزيد في الكرم ونزيد في الجود، ونتضامن ونتكافل مع إخواننا وأخواتنا المعوزين والمعوزات، الناس الفقراء والمحتاجين.
إذ حيينا فالله تعالى سوف يكرمنا لا شك ولا ريب. حياتنا المقبلة ستكون كلها خير وكلها بركة وكلها رزق. ومن مات منا فسوف يكون عند الله مكرما معززا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كان الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه. هذا كلام تقوله الأرض التي تضم الجثة والحفظة الملائكة. أما إذا مات البخيل قالت الأرض والحفظة: اللهم احجب عن هذا العبد الجنة كما حجب عن عبادك ما بين يديه في الدنيا. حتى الأرض والحفظة قد تدعو لك أو عليك، تدعو للسخي بالخير وتدعو للبخيل بالخسران والبراء والوبار والعياذ بالله. وكان الإمام الحسن رضي الله عنه كان من السباقين في الخيرات. جاءه رجل وقال: إني أكره الموت، أسمع الناس يموتون وهناك وباء والأجل أوشك واقترب، إني أكره الموت. فقال الحسن: ذلك لأنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. حث الكريم هو عجل بالعطاء وعجل بالكرم وعجل بالجود، فهو إن مات سيرحل وسيجد صدقاته وأعطياته في انتظاره. درهم واحد يجدها كجبل مكة وجبال تهامة بل وجبل أحد. الإمام عبد الله المروزي رضي الله عنه كان كثير الصدقة، كان يعطي كثير. لما سمع من أمر القرآن والسنة أنهما يدعوان إلى الإكثار من العطاء فعوتب في ذلك، قالوا له: إنك تكثر، عاتبوه. فتبسم ضحكا وقال: لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار أكان يبقي في الأولى شيئا؟ لغي يتحول من دار لدار، واش غيخلي شي حاجة؟ غادي يهز أجود مكين وأغلى مكين وأثمن مكين، غادي يرحلوا معاه الدار الأخرى. احنا عارفين كنا غادي الراحلين، فهنيئا وطوبى لمن يقوم بالعطاء وليقوم بالصدقة. فلهذا لا تحرم نفسك من هذا الأجر. كل واحد منا عليه أن يسرع في هذا الزمن، زمن الكورونا، حيث إخوانا لنا ضعفاء ومساكين ومحتاجين لا يجدون لقمة العيش. هناك عائلات لحد الساعة في مواطن متعددة من مغربنا العزيز، في البوادي وفي القرى وفي الدواوير وفي المداشر، بل وفي المدن العتيقة وفي أماكن أخرى لا يعلمها إلا الله، يحتاجون منا إلى المساعدة. فإن ساعدناهم ربنا سوف يعطينا الكثير. أما من بخل فإنه سوف يشعر بالحسرة. كان الإمام الحسن البصري يقول: إن يوم القيامة لدو حسرات، الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره، فيرزقه الله فيه الصلاح والإنفاق في وجوه البر فيجد ماله في ميزان غيره. يزكي عنده مال كثير وخباه وحاول أنه ميخرجوش، اكتنز، لكن بعد عمر طويل مات، فانتقل الميراث إلى شخص آخر، ربما نسيبوه، ربما واحد ودعموه، وكان من الصالحين. فلما وصل إليه ذلك المال لأخر أنفق على الفقراء والمساكين، فأعطاه الله حسنة كثيرة، فيرى أن ماله حرم منه واستفاد منه غيره. نسأل الله تعالى الواحد الأحد أن ينبهنا بأخطائنا ويرزقنا الجود والكرم وينتزع البخل والشح من صدورنا. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.